بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة نتكلم فيها عن موضوع يخص مرضى السكر وتأثيره على المخ وعلى الذاكرة وعلى القدرة على التركيز والانتباه، اللي دايما مع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويعني مرور المريض بمراحل كبيرة أو بفترات كبيرة في السكر بيبدأ تركيزه يقل والقدرة المعرفية بتاعته بتبدأ تقل، وعند بعض المرضى وقليل من المرضى يعني نسبة وصولهم لحاجة اسمها الخرف في السن الكبير يعني أو الألزهايمر، واردة أكتر من الناس العاديين اللي عندهم يعني ما عندهمش مرض السكر. فهل هناك يعني دواء نديه للمريض بتاع السكر من ضمن أدوية علاج السكر ولازم يكون موجود علشان يحسن لنا القدرة المعرفية لمريض السكر، يعني يحسن تركيز مريض السكر، يحسن قدرته على الانتباه، يحسن وظائف المخ، يساعد على تقوية الجهاز العصبي المركزي والتركيز بتاع مريض السكر، أو على الأقل يوقف هذا التدهور المعرفي العقلي الذهني لمريض السكر. فأنا عندي هنا بحث مهم قوي، بحث مرجعي مجمع كل الأبحاث اللي عملت على أدوية السكر منذ أن بدأت عملية العلاج بالسكر، الأدوية القديمة والأدوية الجديدة وحتى الإنسولين وكل الأدوية دي وتأثيرها على الجهاز العصبي المركزي على مخ الإنسان، وهل لها تأثيرات إيجابية ومين أحسنهم. فطبعا هو معظم أدوية السكر لها تأثيرات إيجابية، لأن أنت لما بتظبط السكر الدنيا بتتحسن والأعصاب بتتحسن، ولكن هناك دواء أو عائلة من الأدوية وجدوا أنها يعني تأثيرها خرافي وتأثيرها عظيم جدا في عملية التدهور المعرفي وعملية ضعف الذاكرة، ولها دور إيجابي في تقوية المخ، تقوية أعصاب المخ والبعد والوقاية من عملية ان يحصل حاجة زي الزهايمر دي. العيلة دي يعني في لها عندي لها كذا فيديو لفوائد اخرى لها، يعني ارجو ان كنتوا تشوفوا بقى، انا عامل يعني لستة كده لكل الفيديوهات اللي عن السكر، ارجو ان كنتوا تشوفوهم وتستفيدوا بالمعلومات اللي موجودة فيهم لانها معلومات قيمة جدا. العيلة دي بيسموها SGLT2 inhibitors، يعني اسم علمي طبعا. هم اربع او خمس ادوية موجودين في السوق، وكل دواء منهم له بدائل كثيرة كل او مسائل، لان هم نفس المادة الفعالة، كلهم كويسين وكلهم زي بعض وكلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة. اول فايدة لهم على الجسم كله ان هم بيقللوا ضغط الدم، فلو مريض السكر عندنا ضغط الدم بتاعه عالي يبقى دول ممكن هم برضو دواء ضغط، هم دواء سكر وفي نفس الوقت بيعالجوا الضغط. وطبعا احنا عاوزين الضغط عند مريض السكر يقل عشان الكلى بتاعته ما تستنزفش وتتعب وتنضر. حتى لو الضغط بتاعه عادي بنحتاج برضو نقلله شوية علشان نحافظ على وظيفة الكلى بتاعته بدون انهيار. تاني فايدة لهم ودي مهمة جدا ان هم بيحموا القلب، بيمنعوا حاجة اسمها الهارت فيلير اللي هو هبوط القلب أو تعب القلب، الورم بقى اللي بيحصل في الرجلين والكلام ده والمشاكل، لدرجة ان هم بقوا يدوهم لمرضى القلب اللي ما عندهمش سكر كعلاج للقلب، فبالك بقى اللي هم اصلا دواء سكر. تالت ميزة لهم ان هم بيعملوا ويت لوس، يعني فقدان في الوزن، بيقللوا ليه الوزن، وهنعرف ليه لما نعرف هم بيشتغلوا ازاي. دايما بيحافظوا على وزن المريض، بيأدوا الى ان الدهون تقل عنده، وبالتالي بقى مقاومة الانسولين تقل والدنيا تتحسن عند المريض. تالت او رابع بقى حاجة ولا خامس حاجة بيقللوا حاجة اسمها الأكسيداتيف ستريس، الإجهاد التأكسدي. يعني إيه؟ جسمنا يا جماعة بيتضر جدا جدا بدون ما يكون قاصد من عمليات الأكسدة الدائمة اللي بتحصل ولازم تحصل عشان نأكسد الأكل ده ونقدر نطلع منه طاقة ونعيش، فبيطلع مواد ضارة دايما بتبقى أزيد من حدها شوية.
يكون دور الإنسان، وهي اللي سبب في الشيخوخة، والسبب في إن العمر يعني إيه، يعني الإنسان يمر بمراحل العمر بتاعته دي، الإجهاد التأكسدي، تأكسد الجسم مع الوقت، زي الصدأ، زي مثلا ما تجيب حديد وتسيبه مع الزمن تلاقيه بيصدأ بدون ما تحميه، بيصدأ مع الزمن لما يتآكل ويدوب خالص. فجسم الإنسان بنفس الحكاية دي، فهم بيحموا بدرجة معقولة من هذا الإجهاد التأكسدي. طيب نيجي بقى لأهميتهم كل ده، احنا ما ايه ما جيناش للجهاز العصبي خالص، احنا بنتكلم من فوائدهم للسكر، للقلب والحاجات دي. يعني جسم الإنسان برضه مرتبط ببعضه، اللي هيحسن القلب ويحسن الكلى ويحسن السكر أكيد هيكون له تأثير إيجابي على المخ، إن الإنسان كتلة واحدة، ولكن لو إن هم على المخ لوحده كده بيشتغلوا عن طريق إن هم يزودوا مادة اسمها البي دي إن إف، مادة هي اللي بتؤدي إلى يعني نشاط الجهاز العصبي ونمو خلايا الجهاز العصبي، برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور، النمو والنشاط. لان طبعا السكر زيادته الكتير اللي عماله بتزيد دي بتموت بنسبه بسيطه كده خلايا الجهاز العصبي، وبتمنع نموها، وبتمنع ان الدندريتس بتاعتها، الاطراف بتاعتها اللي بتاع الوصلات بتاعتها تتآكل، يعني بتتآكل مع الوقت، فهي بتمنع هذا الكلام، بتزود الماده العجيبه اللي بتنشط المخ دي، واللي بتبقى هي مصدر او هي هرمون النمو بتاع المخ. بتقلل بقى عند جماعه بتوع الزهايمر، بتقلل على حاجه اسمها البلاك، مادة اللي هي التصلب، بتحصل في تصلب شرايين المخ وتؤدي إلى مادة زي الجلطات كده اسمها البلاك، مش جلطات دموية، مواد زي القشور كده بتحصل في الخلايا، بتموت الخلايا وهي اللي بتجيب مرض الزهايمر. بتقلل حاجة اسمها الأميلويد بلاكس، وحاجة أخيرة بقى كمان بتنشط انزيم اسمه الاسيتايل كولين استريز. هذا الانزيم المسؤول عن الانتباه والفوقان، واللي بيزود نسبه الاسيتايل كولين في المخ، وهو المسؤول عن التركيز والذاكره وانك تركز، وان ده في ادويه مخصوصه عليه هو على الانزيم ده عشان تعالج الزهايمر، فوجدوا ان العيله دي بتشتغل على الانزيم ده وكانها دواء وعلاج للزهايمر. الاسيتايل كولين استريز انهيبيتورز. فايه هي بقى العيله الجميله دي وبتشتغل ازاي؟ قبل ما نخش في اسماء الادويه عشان هنطول فيها بقى، وانت تشوف انت هل الدواء انت بتاخده، لان يا جماعه من كتر ما احنا بنتكلم عليها بدا والحمد لله دكاتره كتير جدا لازم تكتبها كده للمريض على طول مع الأدوية، فتشوف انت واحد منهم معاك ولا لا. العيلة دي بتشتغل الأساس، الشغل الأساسي بتاعتها غير بقى اللي على المخ والكلام ده، انها بتسحب السكر من الدم وتخرجه مع البول، ده الشغلانة الأساسية بتاعتها غير الموضوع المواضيع بقى اللي قلناها على القلب والمخ والكلام ده. احنا دايما الجلوكوز ده حاجة مهمة لنا، السكر ده حاجة مهمة عشان نعيش، وهو مادة بتدوب في المية كويس قوي. فالكلى ربنا خلقها ان كل حاجه في الدم بتدوب في الميه بتخرجها مع البول، لكن لا بعد شويه تشوف ايه النافع وايه المفيد للجسم ترجعه تاني، فهي اوتوماتيك بتخرج السكر وبعد شويه ترجعه تاني، ده ببساطه قوي بترجع كل السكر لغايه ما السكر، لو عندك مريض سكر، السكر يزيد عن حد كبير قوي 180 يعني ديسي لتر، لما يزيد عن الحد ده القدرة على الاسترجاع تبقى ضعيفة. خلاص انا هرجع اللي اقدر عليه، لكن الزيادة دي كلها الباقي هيروح في البول، فيظهر السكر في البول لما نعدي الحد الرهيب ده. فطبعا التراكم ده بيؤدي ارتفاع السكر في الدم. الدواء ده بيعمل حاجة بسيطة، بيشتغل على الحتة دي، بيسرع من عملية خروج السكر في الدم، بيقلل الحد اللي ممكن يخرج عنده السكر، فقبل ما يعلى السكر بكتير كده يبدأ يخرج، يفتح، يكسر السدود، باختصار يكسر السدود التي موضوعة في الكلى عشان تحبس السكر، فيخرج السكر بكميات كبيرة، ودي مفيدة جدا لمريض السكر، بتزبط له السكر. ومعظم مرضى السكر لما بياخدوا الدواء ده التراكمي عندهم بيتظبط. عيبهم ايه؟
هيبقى منه خروج السكر كتير كده لما ياخد الدواء ده لوحده، وهم سكرهم متلخبط وقاعد ياكل اطباق رز ومكرونه وبتاع، يقول لك اصل انا باخد دواء، ان كميه السكر هتخرج في البول ده ممكن تعمل لي التهابات، فلازم ياخد معاه حاجه تانية وبرضه يقلل في النشويات شويه ويظبط الدنيا دي عند بعض المرضى. فلذلك دايما الادويه الدكاتره ما تكتبوش لوحده، لان ما تعتمدش عليه، لان عارفه المريض المصري بيلخبط، ما تعتمدش عليه لوحده وتقول ان انا كل سكر هيخرج، دي ممكن تعمل مشكله، خصوصا عند الستات ممكن تعمل لهم التهاب في المجاري البوليه، بتحصل عند 1% من الستات والرجاله. ايه بقى الادويه الجميله دي؟ الادويه تعال نمسكهم كده الماده الفعاله ونتكلم على ايه اللي موجود في السوق منها. اول ماده منهم اسمها كانا جليفلوزين، ده الاسم العلمي بتاعه، اسمه كانا جليفلوزين بالسي، كانا بالسي. والشركه الام والرئيسيه بتاعته مطلعاه باسم انفوكانا. انفوكانا، انفوكانا 100 مللي جرام راس، وفي انفوكانا 300 مللي جرام. طبعا 300 مللي جرام ده بقى يعني تاثيره كمان مش بيشتغل على الكلى بس ان ينزل السكر، ده كمان عند 300 مللي جرام بيشتغل على الامعاء ويقلل امتصاص السكر عند التركيز العالي ده في الكانا جليفلوزين. ده اسماء الشركه الام، وهتلاقي له بدايل بقى كتيره في كل دوله، في السعوديه له بدايل وفي مصر له بدايل نفس الماده كانا جليفلوزين، وهتلاقي مرضى كتير عندهم هذا الدواء وبيستخدموه. ممكن بيحطوا معاه ميتفورمين كمان ويبقى اسمه انفوكانا ميت، وده كويس جدا ان يبقى معاه الميتفورمين، لان برضو الميتفورمين بيساعد على تظبيط السكر في الدم بدرجه كبيره جدا، وبرضو لقوه من الادويه اللي بتحمي القلب وبتقلل دهون الكبد، وبرضو بتساعد على نشاط الجهاز العصبي في المخ. تاني دواء او علاج او ماده فعاله اسمها امباجليفلوزين. امباجليفلوزين، وده بقى عندك انه اول واحد فيهم عندك أدوية منه ما تعدش، يعني ما تعدش ما تعدش، فمليتو فيكس وسينجاردي في منه 12.5 و25، وكذلك مليتو فيكس في 12.5 و25، وفي مليتو فيكس ميت معاه برضو ميتفورمين 12.5 و500 أو 12.5 و1000، مليتو فيكس وجارديانز، يعني ده يعني اهم بقى واحد، الجارديانز ده اللي هو اسم الشركه الام بتاعه، جلينباكير، امباجليماكس، وهكذا اسامي كتيره جدا هتلاقي ماده الامباجليفلوزين، وكلهم دول زي يعني الكانا جليفلوزين زيه زي الامباجليفلوزين زيه زي اللي جاي بقى كمان الماده الفعاله بتاعته اسمه دابا جليفلوزين. دابا جليفلوزين او الفور سيجا، الناس كلها عارفاه باسم فور سيجا، ده اسم الشركه الام، وعندنا في مصر بقى اسمه ديجلي فلوز ودابافيلداكتين كتير، هتلاقي كل الادويه بدائل لهذا الفور سيجا الاجنبي، وبرضه بيحطوا معاه ميتفورمين ويبقى ديجلي فلوز بلس وهكذا، ودابافيلداكتين ميت، يعني بتلاقي دايما معاه ميتفورمين، لان الاثنين دول مع بعض مفيدين للسكر، وعشان كمان ما يحصلش عمليه الالتهابات المجاري البوليه دي. في دواء اخير اسمه ايرتيو جليفلوزين، وده لسه ما نزلش عندنا مصر بس نزل الدول العربيه، وده الشركه الام بتاعته اسمها ستيجلاترو، ستيجلا او منزلاه تحت اسم ستيجلاترو، ده احدث واحد في العائله دي الايرتيو جليفلوزين، وكلهم زي بعض، يعني كل الأدوية دي كلها زي بعض ولها نفس الفايدة، وبتؤدي إلى تحسين الأداء للجهاز العصبي والأداء المعرفي لمريض السكر. وطبعا أنا لا أنصح بأن مريض السكر عموما يعني ياخد كل الأدوية دي والأدوية دي من نفسه، ولكن طبعا هو بس يعني ممكن يعني يستشير الطبيب المعالج بتاعه إذا لم يكن هذا الدواء من ضمن برنامجه العلاجي، فإن هو يضيفه له لانه هيحسن كتير جدا من السكر التراكمي بتاعه، وهيحسن من السكر بتاعه،
وهيحسن من أدائه المعرفي والتركيز بتاعه، مش هيبقى عنده دوخة في السواقة أو تركيز لو هو بيعمل عمل يعني بيستخدم فيه عقله أو ذهنه، هيحميه بقى من إن يحصل أي تدهور معرفي عنده لا قدر الله في الكبر، ويجيله مرض الزهايمر أو أي نوع من أنواع اللي بيسموها أمراض الخرف عندنا، الاسم الغريب ده عندنا في اللغة العربية اللي هي cognitive decline. فيعني ده نصيحتي لكل مرضى السكر للحفاظ على قدرتهم الذهنية، والبحث ده أنا هحطه في صندوق الوصف البحث المرجعي ده علشان كل من يريد أن يستزيد أن يقرأه. ده اللي عندنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.